اهلا وسهلا بحضراتكم، ومستمرين في التغطيه هنا من داخل صاله الشهداء في مقر النادي الاهلي بالجزيره. وهذا الحفل العائلي لكل الوسط الرياضي او المصري، الدور المجتمعي اللي بناكد عليه في كل لقاء ان دور مهم جدا، مهم جدا يوصل لكل جماهير الكره المصريه. واللقاء ده بيترجم كل اللي احنا بنقوله، لان النهارده واحنا في النادي الاهلي ضيفنا ضيف مش عادي، رمز كبير من رموز الكره المصريه ونجم كبير من نجوم كره السنسنيه، الكره في اسماعيليه، نادي الاسماعيلي، الكابتن محمد صلاح ابو جريشه. كابتن ابو جريشه منورنا داخل النادي الاهلي وسعداء بوجودك. مش عايز اقول لك يعني انت بيتك الثاني، يعني طبعا البيت الاول نادي الاسماعيلي، لكن النهارده انت بيتك الثاني في النادي الاهلي. انا سعيد اكتر، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل جماهير الكره المصريه وجماهير النادي الاهلي بالاخص في اليوم ده بخير، وايام مباركه علينا جميعا ان شاء الله باذن الله. الفكره اللي عايزين نوصلها للجمهور، وده الدور الاعلامي او الدور الرياضي، ان مفيش مشاحنات، مفيش مشاكل، كلنا في الوسط الرياضي واحد. ومناسبه زي دي النهارده واحنا في شهر رمضان، النادي الاهلي لما فكر يدعو كل الوسط الرياضي ان كل النهارده يكون مجتمع تحت شعار عائله النادي الاهلي. ايه الرساله اللي تحب توجهها، او ايه الكلمه اللي تحب توجهها في بدايه هذا الحديث؟ لا، هي في مداخلات يعني، او المشاحنات اللي انت بتتكلم عليها دي دخيله على الرياضه المصريه وعلى الكره المصريه. طول عمرنا اتربينا على ان احنا سواء في المنتخب او في النادي او في اي حته بنقابل بعض، الاحترام هو اللي متبادل ما بيننا دايما، سواء اهلي زمالك اسماعيلي، كلنا اتربينا مع بعض، الاجيال بتاعتنا اخذت على كده واتربينا على كده من خلال المدربين اللي طلعونا وكلنا في جيل واحد، وشرفنا الحمد لله او شرفنا ان احنا نكون تحت قياده المدربين اللي ربونا على كده. لكن كل الحاجات الدخيله اللي انت بتتكلم عليها دي الحقيقه ما كانتش موجوده خالص. طول عمرنا بنيجي لبعض، يعني انا حبايبي قوي هادي، وكان نادر وياسر ريان والمجموعه اللي بتاعنا مع بعض، وليد طبعا، وكان من الزمالك عقل، وسامي الشيشيني، المجموعه دي كلها كلنا كنا بنروح نزور بعض في اوقات غير المعسكرات. يعني كنت باجي نادي الاهلي انا على طول، وهم كانوا بيجوا الاسماعيليه، كنت بروح نادي الزمالك. ما كانش في اي مشكله بالنسبه لنا ان احنا نكون متواجدين مع بعض في الاماكن اللي بنبقى متواجدين فيها للترفيه، بعيد عن الكوره وبعيد عن المعسكرات وبعيد عن المشاحنات كمان بتاعه الماتشات. فالمواضيع كانت ماشيه طبيعي جدا. الحاجات الدخيله دي هي دي اللي انا مستغرب لها. طبعا في حاجات غابت عننا كلنا كمصريين، الوعي الكامل ما بقاش موجود، الناشئ نفسه ما بقاش ياخد التربيه بتاعه ان انت بتتعامل مع اللعيب زميلك كاخ قبل ما يكون منافس، وكل الحاجات دي ممكن ان هي مع الوقت بتستمر في ان انت تعدل منها. لكن ما بتكلمش ان في مشاحنات، المشاحنات دي دايما ان انت توصل للضغوطات النفسيه اللي بتبقى على اللعيب في وقت الملعب، دي مالهاش دعوه بالحاجات اللي خارج الملعب. ودينا موجودين في يوم جميل زي ده، انا سعيد بيه جدا، واحنا سعداء بوجودك والله. ربنا يخليك يا ابو، وسعيد جدا بلقاء كل الناس اللي انا ما شفتهمش من سنين، وسعيد جدا ان انا موجود في النادي الاهلي، ان انا بقى لي برضه فتره من سنين ما جيتش فيه. يعني مش عايز اوصفك يعني الجو اللي انت بتتكلم عليه في المشاحنات ده، بعيد تماما عن اللي انا شايفه دلوقتي الحقيقة. الحمد لله، ودي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها لكل الناس، ان العائله الرياضيه كلها وعائله النادي الاهلي بتجمع كل الوسط الرياضي في النادي الاهلي. الحمد لله، انا سعيد جدا باليوم ده، وسعيد جدا ان انا قابلت الناس اللي قلت لك عليهم، القيادات اللي موجوده في النادي الاهلي الجديره بالاحترام طبعا، الاعلاميين، الزملاء اللاعبين اللي شفتهم، المدربين الكبار اللي احنا بنفتخر بيهم. ما فيش شك اليوم جميل، وسعيد بلقائي بيه يا محمد، وموفقين دايما في قناه النادي الاهلي. طيب فرصه برضه اؤكد للناس يا جماعه، كابتن محمد صلاح ابو جريشه يمكن اخر مره كان موجود يوم مؤتمر اعتزال سيد عبد الحفيظ وهادي خشبه، شاركت كمان في حفل لتأبين كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه، فانت متواجد دايما في كل الاحداث داخل النادي الاهلي، وحريص انك تكون موجود داخل النادي الاهلي. طبعا شرف ليا طبعا، وشرف لينا كمان، لان اسم الكابتن محمد صلاح ابو جريشه في اسماعيليه يا جماعه اسم كبير جدا، رمز كبير من رموز الكره في اسماعيليه وفي الكره المصريه، فده ليه معنى كبير. متشكر جدا يا ابو عبيد، متشكر قوي. الفرصه النهارده بقى لما التقيت بكل الناس، اطراف الحديث كانت ايه؟ لما شفت نجوم النادي الاهلي السابقين، شفنا كابتن زكريا ناصف. بشكرك كابتن ابو جريشه، وكل التوفيق ليك، ونشوفك دايما كده في مناسبات جميله يا رب. شكرا قوي، نورنا وشرفنا. شكرا جزيلا.